النهارده عبد الفتاح السيسي نفسه نزل المنتخب علشان تشوف بس المشهد بتاع انتخاب عبد الفتاح السيسي والمدرسه اللي رايحها واللي مبطنين له حيطانها بالوان كده قماش لونه اسود وفخم وبتاع عشان يخش الزعيم وايه بقى يتكلم شويه ويستخف دم. احنا عارفين ان الزعماء عندنا في مصر دايما ولاد نكته، ولاد ايه؟ ولاد نكته ودمهم خفيف. تعال شوف معايا اللحظه التاريخيه للزعيم التاريخي وهو رايح عامل نفسه مش واخد باله ومصدق ان في انتخابات وكده، وانت لازم تصدق انت كمان وتتبهر وتستغرب. لا عيدوا يا جماعه تاني، عيدوا يا سلام، ايه الجمال ده؟ طب حد لاحظ يا جماعه وخد باله ان في وسط البث كده في وسط الفيديو ده ظهرت صور المدرسه من بره اللي هي المفروض لجنه انتخابيه متعلق عليها صور السيسي، وده طبعا اكيد بسبب حب الساده القضاء يعني المشرفين على اللجنه للمرشح عبد الفتاح السيسي، فسمحوا بتعليق صوره على مقر اللجنه الانتخابيه بالمخالفه للقانون. بالمناسبه أتمنى من السادة القضاة المشرفين على لجنة الأستاذ عبد السند حمامة يعلقوا صوره هو كمان، والسيد حازم عمر وكل السادة يتعلق صورهم علشان ما يبقاش صور السيسي بس، عشان تكون المنافسة منافسة شريفة ويبقى كل منافس لما أخذ خد حقه مظبوط. أنت متخيل الصورة؟ حط لك صوره وده مكان لجنة انتخابية، مكان لجنه انتخابيه مش المفروض يتعلق عليها صور حد. دي مخالفات بس بسيطه يعني بتعدي عشان السيد الزعيم، يعني المخالفات دي تعدي عشان السيد الزعيم مش مشكله يعني ايه كل العيون السيد الزعيم. السيد الزعيم برضو يعني لطيف. بص عد معايا صور عبد الفتاح السيسي على لجنه انتخابيه، ادي 1 2 3 4 5 6 ده اللي فوق عشان الصوره او الكادر ما جابلناش غير اللي فوق، عشان الكادر ما جابلناش غير اللي فوق يا جماعة، وعشان نبقى منصفين وما نبقاش بنتحيز لأي حد من الممثلين اللي هم يعني المرشحين اللي موجودين في السباق الانتخابي، تعالوا نعرض كده صور تصويت حمامة وفريد زهران وحازم وهم بينتخبوا. أدينا شفنا اللجنة الانتخابية بتاعت السيسي عليها على الأقل من فوق 6 صور، 6 صور على الأقل، واخد بالك زي ما حضرتك شايف. نروح بقى هات لنا يا عم الصور بتاعت كل الناس الحلوين التانيين. اهو حازم عمر اهو هو بيدي بيحط صوته، وفي حد تاني، في 2 كمان، وادي الاستاذ يمامه. مفيش وراء اي حاجه انتخابيه ولا اي دعايه اصلا، ملوش اي حاجه في الشارع. وادي حازم، وادي فريد زهران برضو يساري وكده وعلم فلسطين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حاجه يا جماعه، حاجه. حد شاف صوره لاي حد تاني في الشارع في المدرسه في اللجنه الانتخابيه؟ مفيش، لان مش المفروض يبقى في صور للمرشحين في الدوائر الانتخابيه، ده قانون. ولكن انتوا عارفين ان احنا اهم حاجه عندنا رضا الزعيم، والزعيم كده لما يدخل يحس بالانتماء للمكان. المهم ان في القنوات الاخباريه المصريه عاملين بدعه حلوه قوي، يقول لك ايه وها هو الرئيس الحالي والمرشح المنافس، رئيس حالي ومرشح، ما هو الرئيس الحالي والرئيس القادم لحد ما ربنا ياخد امانته. يعني ما احنا عارفين اللي فيه، انا مش عارف والله العظيم، انتوا بتهزروا، والله العظيم انتوا بتهزروا. طيب تعال نروح لقيادي بحزب مستقبل وطن. قيادي بحزب مستقبل وطن بيعلمنا الوطنيه. نشهد ان اللي هتشوفوه في الفيديو ده دلوقتي
هو وطنية 2023 بتاعت عبد الفتاح السيسي وشركاء، دي الوطنية اللي هم عاملينها واللي هم عايزينها، وده شكل الوطنية في العصر الحالي والأمر لله من قبل ومن بعد. عجاله 2000 انتخابات وما فيش جدال ان السيسي هينجح، حتى لو واقف قدام رئيس امريكا هينجح وهيكتسح، بس ده ملوش مقياس ابدا. الحضاره والرقي والديمقراطيه اللي انا اطلع واقف عند اللجنه وارقص عند اللجنه واطبل عند اللجنه بالعند في الناس اللي هم عايزين الشر لمصر والشر محيط بينا من كل الجوانب زي ما انتم عارفين، والنهارده هم عايزين يقطعوا حته من ارض سيناء الحبيبه. وزي ما فخامه معالي رئيس السيسي قال سينا خط احمر، يعني ايه النازحين يجوا من غزه او من رفح فلسطينيه برضه ويجوا عندنا؟ طب ما ضاعت معالمنا، ضاعت ارضنا، وده مش هيحصل. كل ما هنالك ان الناس تطلع تيجي الانتخابات، هو الناس تنزل ترقص عشان سياده الزعيم باقي ويتمدد، ورفح المصريه ورفح الفلسطينيه ومحدش يجي عندنا. ده الكلام اللي قاله زي ما حضرتك القيادي في حزب مستقبل وطن، اللي انت شوف ده قيادي حزبي لمؤاخذه، وقال لك كل الناس هتنزل اهم حاجه الناس تنزل ترقص، وكده كده الزعيم ناجح، بس احنا لازم ننزل نرقص. اعتبرها فقره رياضيه، اعتبرها تمارين الصباح يا اخي، اعتبر انك بترقص في حب الوطن، ارقص شويه في حب مصر يا اخي. مش عايز ترقص في حب مصر، تعالى شوف الناس اللي بترقص في حب مصر، ناس الوطنيين، يمكن تتعلموا الوطنية من الوطنيين دول. لما بقول لك السيرك الوطني الديمقراطي انا ببقى قاصد اللي بقوله لحضرتك. لما بقول لا يا راجل شغل لنا، يا راجل شغل لنا المشاهد الوطنيه الجديده، هي دي الوطنيه. اللي بيحب الوطن ينزل يرقص، اللي بيحب مصر ينزل يرقص، اللي بيحب مصر ينزل يهبل ويهيص ويبقى في المشهد. مش عارف والله، مش عارف اقول ايه. ادي محافظه الغربيه، ما شاء الله ما شاء الله عليكم، حاجة تفتح أي حاجة. بص الراجل ده اللي هو لازمة في كل حتة، ويلا ونعمل هيصة ونعمل دوشة ونقول إن الزعيم موجود والناس بتحب الزعيم والناس عايزة الزعيم. هو ده الدور اللي هم عايزينه ومستنينه من الناس. قول لي بقى إيه علاقة المشهد ده باللي بيحصل في دول العالم كلها في الانتخابات؟ طب أروح لمعنى تاني ومن غير ما نزعل، هو مفيش دم؟ يعني احنا مفيش دم؟
خلي بقى موضوع الكرامة والأدب، مفيش دم، وجارك واخوك عنده حوالي 20,000 شهيد ولسه بيتقصف ويتقتل، وانتوا نازلين بالمنظر ده؟ اللي نازلين دول مفيش دم، مفيش احساس، مفيش انسانية تتضامن حتى بمنع الرأس، خفوا الرأس شوية، ولا هو الشيء لزوم الشيء؟ انتخابات يبقى رأس وقلة قيمة، وتجيبوا بنات وستات وتهونوا عرضكم في الشوارع بالشكل ده؟